نار تحت الرماد، هكذا يمكن وصف الأجواء في خلدي منذ منتصف الأسبوع الماضي على خلفية الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في قضية الإشكال بين عرب خلدي وحزب الله. طلبنا بتوقيف علي شبلة، ما بدنا نعمل شيء، بس وقفوا القاتل أقل ما فيه، واللي قتل حسن واللي قتل السوري مش شخص واحد، هن 17 شخص، شعبة المعلومات مع الأسماء الثلاثية، ما توقف حدا منهم. من طرف الآخر نحن سلمنا، من طرف الآخر ما حدا قادر يوقفهم، مش انه ما بدهم يتسلموا، ما حدا قادر يوقفهم. عدم توقيف احد من طرف المعتدين على المنطقه اعتبرتها العشائر ظلما لن تسكت عنه. اظهرنا للمحكمه العسكريه الفيديوهات اللي اجوا لعنا على المنطقه وكيف اجوا مدججين بالسلاح وكيف اجوا تهجموا علينا، نحن اولادنا قد ايه لها خلدي ما يوم اتخانقت لا مع شويفات ولا مع حدا ولا سكر الطريق لحدا. انا توقفت على خلفيه انه انا ابن الشيخ عمر موسى. العالم اللي بتعرفه ملقب بالشيخ عمر غصن. هيدا الشيء اللي نحن توقفنا فيه. هلا في شباب كتير انظلمت، انا انظلم معي 3 اخوه وبيي. مهرجان تضامني حاشد بحضور ممثلين عن اكثر من نصف مجلس النواب اقامته العشائر العربيه، رفض من خلاله ممثل المفتي دريان سلطه الامر الواقع. نرفض بكل قوانا قوى الامر الواقع وفائض القوه التي نهدد بها بين حين وآخر، وعلى الجميع أن يدركوا أن لبنان لا يمكن أن يحكم بفائض القوة. كلمات النواب شددت على رفض استخدام المحكمة العسكرية أداة لسيطرة حزب الله. بعض القضاة يستغل لمشاريع الاستقواء والإلغاء وتصفية الحسابات السياسية أو لتصنيف اللبنانيين بين ابن سقط تابع للممانع أو فوق القانون وابن جارية، يعني كل بقية المواطنين اللبنانيين. تجربة أحداث خلدي أثبتت إنه السلاح المتفلت والسلاح اللي يستخدم بالداخل بعمره ما جاب الخير لصاحبه، وبعمره ما سمح لصاحبه أنه يستقوي على حدا، لأنه الطبيعي أنه أمام هيك سلاح تصير ردة فعل حدا يدافع عن نفسه بسلاح، وهيدا ما بدنا يصير. المنطقة تشهد انتشارا أمنيا كثيفا، خصوصا أن التصعيد وارد في أي لحظة من قبل عشائر عرب خلدي إلى حين الوصول إلى تسوية عادلة للقضية.